وقفت وقفت. ايش بك انت لسه وقفت وقفت؟ ايش فيك بك؟ صدي بو هلا تطير سعدان الشعر من راسي. ايش تصدقتي؟ شيطان اسمه شيطان الشعر. شيطان الشعر لك الله شيطان الا سعدي. هل المهم هذا تبع الشعر؟ بعدين من لك انت هذا شيطان الشعر تعال اشعل لك الفيلم يا عندي. انا من زمان يوم قضيبه عندي موهبة كتابة الشعر بس كنت مخبية عنك. انت عندك موهبة كتابة الشعر مخبية عني؟ ما شاء الله عليك يا انديبو، ما شاء الله عليك. بس بقايا قضيبه ايك لهم. ليش بقايك لهم انديبو؟ هات لنشو خوفيني بكرة هذا ينتقدوني في واحد اسمه جلال مولوي. ايه يخرب الديار سنتك حد بنتقد الخلق. بكرة اول كنا ايش بلي؟ ابتعدي ابتعدي عن اللهجة العلبية. يعني وين اروح يوم؟ شكون تريدني احكي؟ وبيه لا بكره وين اقضي بو؟ الاحرف اللسوية ما عم بطلعوا معي. يعني انا شلون بدي اطلع معي الاحرف اللسوية؟ شلون؟ والله ما بعرف ايش شو احلف ايش؟ اللسوية. والله معك حق يا ام ديبو، اذا بتقول احرف اللسوية بطب الدكة من تمك. اسكت بو اقضي بو بتصير بتحبي لك على الجمهور. لسا بتعرف يا اقضي بو؟ كله بكفي وبكره تقولوا لي. انا بعرف يعني هذا شعر مباشر وهذا شعر مو مباشر. تقولي عم نلعب كرة قدم. ايوه ايه قصدك الطريقة مباشرة وغير مباشرة. لك هذا قصدي. لك والله يا ام ديبو انت ما بعرف شو عم تكتبي الشعر. لك ام ديبو على سيرة اللهجة امل الفرة بتعرف ايش اصله؟ اسألني الي اسألني الي ام ديبو لا تستحي. امل الفرة اساسه حلبي بس بتعب شرق من كتر ما ينتقدون النقاد على لهجتك حلبية ولهجتك رباطية. ولك اوه لك تعب صارت لهجتي والله؟ اختار اللهجة البدوية. عنده عنك يا ام ديبو. هلا عمر الفرة سويتينا يا حلبي. لك عم بمزح عم ديبو عم بمزح اجبك ما تعمل مزح. يا سيدي اقول لك شغلة. لا بيت اروح على الشعر ولا بيت اجي. انا ناقصني ينتقدوني اكمل دراسي يا ديبو احسن شيء. زاتا هالسنة اخر سنة عندي. هلا اقول لك شغله ام ديبو، بما انه شقيت الورقه وشقيت اياه وبطلت تكتب الشعر قومي ساوي لنا كاسه شاي. صار لك من الصبح لهلا الساعه وقفت وبرقت برقت وقفت قومي ساوي لنا تمني مرمر تمني مرمر. ام ديبو عيفني بحالي الله يرضى عليك. ما خرج قوم ولا خرج ابروك. لك ما بقول لك قومي ساوي لنا كاسه شاي العمى انت ساعتين ساعه صايره الحياه صايره. قومي انا ما كتبتني شلون بدي اقول لك ماني قايمة. لك قومي ساوي كاسه شاي العمى. ماني قايمة بقول لك. بقومي كسبت كاسة شاي. أبدي بو بتعرفني بحالي ولا بصيح ولي بشق أعواجي؟ ها أبدي بو أبدي بو بصيح ولي بشق أعواجي بخلي أهل العرا كلهم يتخرجوا. قدي حالي قدي حالي قدي. عيبني ايش بك ايش عيبني أبدي بو عيبني مهمومة. ايش صاير لك عمى؟ مهمومة والضغط معي مرتفع. عمى خير ايش في؟ ان شاء الله ما في شيء. سمعت لك سمع يا أبدي بو بدي انجلت منه. سمعت ايش خير ان شاء الله؟ عندي الغنى الأطنطي. يا لبالي في شيء بحرز اكثر من هيك محرز. يعني اضيبه انديبو اساسا الاتمته كلها على بعض الطلاب الكساله. دي حاج ما اضيبه. شو يعني الطلاب الكساله؟ يعني الطلاب اللي ما بدرسوا. هلا هن ايش بيجيبوا؟ بيجيبوا سؤال وبحطوا اربع اسئله اربع اجوبه. تلاقي الاربع اجوبه بيشبهوا بعضهم. والله بخربطونا. لك شوف اضيبه والله من ناحيته بخربطونا بخربطونا. بس يعني مره بتصيب مره بتخيب. يعني ضروري ندرس ونرجع ونرجع راسنا بشغلات ما بنفهم فيها. انا انت اساسا مدومه للغه الاتمته سنه بنجح سنه برسب سنه بنجح سنه برسب. وانت السادة سنه بتنجح وعشره بتطبي. على اساس انت كل سنه بسنتين بضيفه مبين مبين من كم المواد اللي مكردسه مكردسه قدامك. لك بيجي 600 سنه ما عرفت تطلع من الماده ولا ما راح احكي يابا ضيبه. لا لا احكي احكي يا ام ديبو. لا انت بدك تحكي يابا ضيبه. لا قولي فد مره هاي ماده مقدمه القانون حدا بيطلع منها لك ام ديبو؟ يولي نسيت شلون؟ لسه مادة أصول الفقه. قولي إيه؟ قولي إيه؟ سكوت أبدي بو على بوس إيدك سكوت لا تشغلني. لا تشغلني عيفني سيرتي. لسه أصول المحاكمات الجزائية. قولي إيه؟ قولي إيه؟ لا تجيب لي سيرتك أبدي بو بكفي أبوس إيدك بكفي. قال لك كمان أسماء قولك بكفي أبدي بو رفعت السكر معي بكفي. شلون شدي شلونك يا مدير لسه أنت تجيب تقولي؟ تعي تعي تعال عندي اقول لك. يلا جاي يا ديبو. تعال يلا دبام ديبو تعال يلا بصواني.
تي يا ديبو تي. تعي شوفي لي هذا السؤال. ها؟ شوفي. سؤال يا ديبو؟ ايه السؤال. مطروني مشوار وجايبني من المطبخ لهون مشان تقول لي سؤال. لك ايوه بقى الشغل ان شاء الله يا ديبو سؤال. بالك انت شو بالك؟ ايش مبالي مبالي يعني وضع ان شاء الله. ايش مبالي؟ دعم انت راح مخك لغير محلاتي. هلا ما وقعت الحكي كله الحكي هذا هالمسخرة قلة الحياة ما وقتها هلا عنا دراسة بكرة في عنا فحص دراسة إيه. لك 20 سنة ما عبس تاع كلمة دراسة أبدا نخلص من كلمة دراسة يا بطيبو أبدا نخلص من كلمة دراسة عنا دراسة أنا فاضي للحكي هذا إيه. دراسة لك يا يوب على حسب صار في عندك دراسة بس لما بتكون بيرك بالجامعة وبيرك هيك حوالينك خمسة جيت وبيرك لي أنت هيك وبتأنزع مثل القوة ما في عندك دراسة يا بطيبو وين 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 ام ديبو وين؟ بالاداب وين بالاداب يعني وين؟ بالمقصف ام ديبو بالمقصف؟ انت شو عم تسوي بالمقصف وليد؟ يولي انا بعتك على الجامعة مشان تروح على المقاصف ولا مشان تروح على الجامعة؟ يا سيدي بالمقصف نعم بالمقصف بس يعني انا ايش عم بسوي؟ ايش عم تسوي ايش؟ يعني عمرو برامج انت ايش عم تسوي؟ لا وبيرك هيك حواليتك خمسة جيجات وشوفوني بو ايه ايه فرحان على حالك يوم يعني اساسا هدول لا تحكي ابني باسكت اساسا هدول بناتي اللي بيركات معك ما بيركين على شبوبيه الحلويات لطيفه بيركين عم يتباركوا فيك وحياتك ايوه هلا لا تساوي القصص بحكاية انت ايش كنت عم تساوي بالمقصف؟ انا ايش عم بساوي؟ ايش كنت عم تساوي بالمقصف؟ والله يا ابني يعني هلا عايز عن هالحديث لا ما عايز اكون حديث انت ايش عم تعمل؟ افوتك يا ابني بو انا لقوم دخي لك انا لا خلص والله يا ابني بو مشتاق لك انا تبروك جنبي ابني بو كان يسوينا كاسه شاي الله يرضى عليك انك زي كنت عصبة سريعة قلبي قلبي مو في سر بقول لك ايه بس مخبيته من قلبي بزمان بزمان بسر سر ايش خير ان شاء الله يعني انت بزماناته قلت لك مين حط عينه على الثاني يعني مين شك عينه على الثاني بزماناته قبل انا اللي انت انا غلطان انا انت وين تكيت عينك انت وين لما كنا واقفين على الدور قلبي مو عم نسجل عشان بالجامعة ايوه وقت ايش طولنا نحن على الدور؟ اربع سنين خمس سنين كذا ما طولنا ما طولنا يعني اربع خمس سنين قضت كوسيه يوم ضيف قضت كوسيه يا دك وقت انت حيطة اي والله بس بقى مسحية لك يا ضيف والله مسحية لك مسحية ما شاء الله عليك يا ام ديبو ما عم اسالك كيف ولك ابوسك يا ضيف خلص ام ديبو عيب انا ايش يعني ولك ابوسك خلص ولك يا حيطة ابوسك انا خلاص طعمك ابوسك يا ابني بو انا ان شاء الله ايدك حجي ايدك ايدك يو هيك هيك امي فشلت لي ايدي لا ليش بك ايش عم تعمل حجي ايش عم تعمل عم ندرس بكره في عنا فحص عنا فاضي تدرسوا الكتاب ماله بي لك لا ابني يعني انا عم بتسمع له يعني مشان ما يتلقى يلا باركولي اهم لك ايه هلا انت ايه على ايش مبارك لك طلعت لك طلعت يوم طلعت لك يا ابو الف مبارك الحمد لله الف مبروك لا 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 الشمس الشموسة مين طلعت؟ مفاضلة المفاضلة يا ابو الف مبارك الف الحمد لله الهي طلعت المفاضلة لا 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 وبصراحة طلع لي وما طلع لي يعني شلون يعني طلع لك ما طلع لك؟ لا ابني حدد اجابتك طلع لك ولا ما طلع لك؟ ايش يعني ايش طلع لك؟ طلع لي ايش طلع لك؟ حقوق ايه كويس لك ابني حقوق من ايش تشكي؟ الحمد لله ما بتشكي من شيء بس تعليم مفتوح تعليم مفتوح؟ مفتوح